لم تخلف الحرب في اليمن قتلى وجرحى فقط، بل خلفت كذلك فقرا ومرضا وتشريدا لملايين اليمنيين. إذا استمر القتال 3 سنين أخرى فسيصنف اليمن كأفقر بلد في العالم وفق بيان للأمم المتحدة رصد ارتفاعاً غير مسبوق لنسبة الفقر في البلاد. وصل حد الفقر إلى 70% وأكثر حسب توصيف الأمم المتحدة، بعد إن كان في قبل 2014 قبل الحرب كان 47%. وبينما يحتدم الصراع بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وتشتعل جبهات القتال بين الجانبين، تعجز المنظمات الإغاثية عن توفير المساعدات اللازمة لدعم اليمنيين الذين باتوا على شفا المجاعة بسبب نقص التمويل من المجتمع الدولي الذي يكتفي في أكثره بالمشاهدة وإبداء القلق. فهناك فجوة كبيرة ما بين ما يقدم من المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة وبين الاحتياج الفعلي. فاحتياجات الأسر المحافظة من الأمن الغذائي احتياج كبير، بينما الذي يقدم لا يتجاوز 55% من أسر المحافظة. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في اليمن وترافق ذلك مع تفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة، كل ذلك حول حياة أكثر اليمنيين إلى جحيم لا يطاق. الأوضاع المعيشية بالنسبة للمواطنين في جميع أنحاء اليمن هي عبارة عن أوضاع مأساوية، يعيشون حالة فقر مدقع حيث انقطعت سبل المعيشة في كل مكان، أيضا فقد الموظفين وظائفهم بسبب عدم صرف رواتبهم. هي المأساة إذن يعيشها اليمنيون في ظل صراع تذكي ناره قوى إقليمية سعياً لبسط نفوذها وتحقيق أطماعها التوسعية ولو بإفناء الشعب اليمني.